يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش أمام مجلس الأمة إذانا ببدء اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس بشقيه النواب والأعيان، ومن المتوقع أن يتم التركيز في خطاب العاهل الأردني على أبرز التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية. وعقب الاستماع لخطاب العرش يعقد مجلس الأعيان الأردني جلسة يجرى فيها اختيار أعضاء لجنة الرد، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة يتم خلالها انتخاب أعضاء المكتب الدائم الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان. وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة. وخلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أوضح أن الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي القائم على تشجيع العمل الحزبي البرامجي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والمساعي المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة. وبينضم إلينا من عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، أهلا بك ومرحبا آية، وما المتوقع أن يتضمنه هذا الخطاب آية؟ نعم آية، بعد التحية، من المتوقع خلال بعد قليل أن يصل الملك عبد الله الثاني إلى مجلس الأمة برفقة الموكب الأحمر. طبعا هناك العديد من الاحتمالات وهناك العديد من الأمور التي سيتحدث عنها الملك بحسب المحللين السياسيين في ظل ما يحدث حاليا في الساحة العربية وما يحدث في الأراضي الفلسطينية ولبنان. من المؤكد بأنه هناك سيكون أيضا ضمن خطاب الملك عما يحدث في الساحة الإقليمية وفيما يخص حاليا مجلس النواب. كما تعلمين بعد تعديل الدستور هناك أصبح وجود للأحزاب السياسية داخل قبة البرلمان، بالتالي سيكون هناك حديث للملك حول أهمية التشاركية الحزبية والسياسية داخل مجلس النواب، خاصة بأنه من ضمن تحديث المنظومة الاقتصادية والسياسية والإدارية التي سعى لها الملك عبد الله الثاني. كان هناك أهمية إلى انخراط الشباب في الحياة الحزبية، وفعلا هذا ما لاحظناه خلال المجلس الحالي المجلس العشرين، وجود فئة من الشباب تحت تحت القبة من أجل الإدلاء بالرأي ومن أجل تحديد المصير أيضا وأيضا اتخاذ القرارات. طبعا خطاب الملك اليوم مهم في توقيت جدا حساس، أيضا نحن نعلم ما يحدث في الإقليم، الأردن ليس بمعزل عما يحدث حاليا في الدول المجاورة، بالتالي سيكون هناك تأكيدات على أهمية التعاون وأخذ القرارات التي من مصلحتها أن يكون بها دفع إلى عجلة الاقتصاد الأردني. وهذا ما لاحظناه في الخطابات السابقة للملك عبد الله الثاني بأنه دائما يكون هناك تأكيد على أهمية أن يلتمس المواطن التطور الاقتصادي، أو أيضا أن يكون هناك تسهيلات للمواطنين من أجل تأمين كافة احتياجاتهم اليومية، وأيضا يأتي ذلك من ضمن تحديث المنظومة الاقتصادية. بالتالي آية نحن ننتظر بعد دقائق، من المتوقع في الساعة 12:30 بتوقيت عمان سيصل الملك إلى مجلس الأمة لإلقاء خطاب العرش بشقيه النواب والأعيان. وطبعا بعد انتهاء خطاب العرش سيكون هناك جلسة في مجلس الأمة من أجل تحديد اللجان أو اللجان التي ستقوم بالرد على خطاب العرش، وطبعا دستوريا يجب الرد عليها في خلال أسبوعين. بعد ذلك طبعا تأتي الجلسة العادية، أولى جلسات مجلس النواب العشرين برئاسة أقدم نائب في المجلس، حتى يتم بعد ذلك اختيار رئيسا للمجلس وأيضا للأعضاء. أي السيد مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.